كل بلد في الدنيا بيكون لشعوبها عادات وتقاليد خاصة بيهم بتميزهم عن باقي الشعوب. العادات دي أحياناً بتكون حلوة، وأحياناً بتكون وحشة، وأحياناً برضو بتكون غريبة. ونجاح الشعوب بيكون ظاهر وكبير لما بيحافظوا على العادات الحلوة والأصيلة، وفي نفس الوقت بيكافحوا ويجتهدوا عشان يتخلصوا من العادات أو التقاليد اللي ملهاش طعم أو اللي طعمها بيكون مر. الشعب المصري وعلى مدى آلاف السنين قدر يحافظ على موروثات وصفات لها قيمة كبيرة جداً، ولسه أجيال كتير مستمرة في حربها ضد كل حاجة غير إنسانية أو همجية. نجحنا برضو في حاجات كتير، لكن لسه في عادة محتاجة كفاح أكبر وتنوير أكتر. الحقيقة مش عادة واحدة، هي بعض العادات، زي مثلاً عادات إجبار البنات على الجواز أو حتى رفض اختياراتهم، وزي عادة الأخذ بالطار. مسلسل ذئاب الجبل كان نموذج لكتير من العادات السيئة اللي كانت منتشرة في صعيد مصر في فترة الستينات. مسلسل ذئاب الجبل اتقدم عام 1992، والحقيقة إنه نجاح مذهل، وكان من كتابة الأستاذ محمد صفاء عامر وإخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة. المسلسل كانت كل أحداثه عن الصعيد المصري وتقاليده وعاداته والعصبية الشديدة اللي بتغلف هذا المجتمع في هذا الوقت، من خلال عائلة هوارة في بلد كان اسمها بهتون الجبل، واللي حاول فيها الشيخ بدار كبير العيلة كسر عادات الزواج وموافقته على زواج بنته وردة من راجل غريب وهو حاتم. الأبطال كانوا كتير، الفنان حمدي غيث، الفنان عبدالله غيث اللي قدم شخصية علوان أبو البكري، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الضفراوي، ميرنا وليد، عبدالله محمود وغيرهم. دور علوان البكري على فكرة بدأ تصويره بالفنان صلاح قبيل، لكنه توفى فتم ترشيح الفنان عبدالله غيث، لكنه توفى برضه بعد فترة من التصوير. والمفارقة إن كل الممثلين وقتها رفضوا استكمال الدور ده، واضطر المخرج والمؤلف لإنهاء الخط الدرامي للشخصية دي بشكل مبكر، بس طبعاً من غير أي تأثير على الأحداث. الفنان عبدالله غيث فنان مصري مهم، اتولد في 28 يناير سنة 1930 وتوفى في 13 مارس سنة 93. اتولد في كفر شلشمون في منيا القمح محافظة الشرقية، والتحق بمعهد الفنون المسرحية. أهم أفلامه أدهم الشرقاوي سنة 64، السمان والخريف سنة 67، الحرام سنة 65، لا وقت للحب سنة 61، ربع العدوية سنة 63. بخلاف أداءه الصوتي لشخصية عمر المختار في النسخة العربية المدبلجة، وده كان عام 1981، وفي فيلم الرسالة اللي اتعمل سنة 1977، وكانوا الاثنين من إخراج المخرج السوري الراحل مصطفى العقد. أهم الأعمال اللي قدمها عبدالله غيث في التلفزيون بخلاف ذئاب الجبل كانت طبعاً المال والبنون، وهارب من الأيام، والسيرة الهلالية، وتوالت الأحداث عاصفة، ومحمد رسول الله، وليلة سقوط غرناطة، وموسى ابن نصير. قدم كمان أعمال مسرحية هامة زي الحسين ثائراً، والزير سالم، والفتى مهران، والوزير العاشق، وزيارة السيدة العجوز. الفنان حمدي غيث هو الشقيق الأكبر للفنان عبدالله غيث، اتولد في 7 يناير عام 1924، وكانت وفاته في 7 مارس 2006. التحق بكلية الحقوق ثم معهد التمثيل، وبالمناسبة كان الأول على دفعته، وجات له منحة أنه يسافر باريس لاستكمال دراسة المسرح هناك. بدايته السينمائية كانت عام 1954 في فيلم صراع في الوادي، وطبعاً دوره الأشهر هو دور صلاح الدين الأيوبي في فيلم الناصر صلاح الدين عام 1963، بس عمل أفلام تانية مهمة برضو زي التوت والنبوت وأرض الخوف وحارة برجوان وإسماعيلية رايح جاي. عمل مسلسلات كتير الفنان حمدي غيث، كان أهمها الشهد والدموع الجزء الأول، والفرسان، والمال والبنون الجزء الثاني، وزيزينيا، وأخرج على فكرة عدد من المسرحيات منها مأساة جميلة وأرض النفاق. الفنان حمدي غيث كان حافظ للقرآن الكريم كاملاً، وكان على دراية كاملة بالإنجيل والتوراة، وكان أستاذ في أكاديمية الفنون ونقيب للممثلين لأكثر من دورة، ونال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية في الفنون. وزي ما اتكلمت في البداية عن العادات اللي لازم تختفي إذا كانت عادات سيئة زي الثأر، فبرضو في عادات غذائية سيئة لازم تختفي لأنها مضرة على الصحة. من العادات دي عادة الإفراط في تناول المخللات في رمضان. دايماً بتتقال جملة إن المخلل بيفتح النفس، طيب ليه؟ ما أنت حضرتك أو حضرتك نفسكوا مفتوحة أصلاً. من أهم فوائد الصيام
هو التخلص من المياه المختزنة في أنسجة الجسم بدون مبرر. الحوادق بشكل عام والمخللات بشكل خاص بتلغي الفايدة دي خالص، فبيترتب على كده إيه؟ احتفاظ الجسم بالمية جواه وشرب مية كمان زيادة. طيب ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي لارتفاع ضغط الدم وعدم تأثير الأدوية للي بياخدوا علاج لارتفاع ضغط الدم. يعني حكاية اللي هو أكل مخلل براحتي ما أنا باخد دواء الضغط، لا كلمة غلط. زي بالظبط السكر، ما هو حضرتك بتاخد دواء للسكر مثلا مش مبرر إنك تلخبط في الأكل. كمان من الأضرار إنه بيحصل زيادة العبء على عضلة القلب وتورم الأطراف وزيادة العبء على المفاصل وتباطؤ عملية إدخال الأكسجين اللي بتحصل ما بين الدم والخلايا، وده على فكرة اللي بيعمل الإحساس بالإجهاد والخمول. العكس بيحصل بقى مع منع المخللات وتقليل الأملاح، يعني بيحصل انضباط في ضغط الدم وراحة لعضلة القلب وراحة للأطراف والمفاصل والإحساس بالنشاط. أكل رمضان بعد ساعات الصيام الطويلة بيكون كله جميل ومش محتاج وسائل مساعدة، خصوصاً لو كانت الوسائل دي ضارة جداً بالصحة.